ما يحبك ذي الحالة وأبيه شلون 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 خصمك ذبك بذيك السجود والله شلون خصمك ذبك بذيك سجود إيه؟ وديك ديك بسلسلة بقيدينها وديك بسلسلة بقيدينها من ايدك مقيد من ايدك مقيد من ايدك لرجلك بالحديد والله مقيد من ايدك لرجلك بالحيل بالحديد يا ابو ابراهيم يا غاث الطريق والله يا ابو ابراهيم يا غاث واويلي على المسموم واويلي على المسموم واويلي 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 لهناك لهناك روح لهناك لهناك واويلي على المسموم واويلي على ايوه ماما غريب ولا إلنا
حضرة شيعة جنازتك يا موسى بن جعفر. أيوة يا ماما وموسى بن جعفر وغريبة. استقبل استقبل ونحش الإمام. يا الله أيوة يا ماما وسيدة وموسى بن جعفر. يا باب الحوايج يا موسى بن جعفر، يا باب الحوايج يا يا باب الحوايج يا باب الحوايج يا باب الحوايج. من سجنين إلى سجنين تهدى الله أكبر. يا باب يا باب الحوايج يا موسى يا باب ونا ونا واحد وياي. اسمع 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 اسمع. آه الإمام الكاظم عليه السلام سقوه السم بالرطب وبات ليلته يتقلب على فراشه. أصبح الإمام وقد مد رجله وأسبل يده وغمض عينه وأدلى شهادته وقضى نحبه. أيوة إماما رحم الله من نادى سيدا يا وموسى بن جعفر. والله اريد انعى واريد انخم تيوين. على المسموم ما تبسجينها. اي والله قضى عمره قضى عمره قضى عمره غريب بذيك الاسجو. ابيات الدعاء اللي دخلها انا وراح يصعد رادود من بعدي. اسمعوا هاي ابيات الدعاء. قال علي بن سويد دخلت على الامام موسى بن جعفر عليه السلام قبل وفاته بثلاثه ايام. قلت يا ابن رسول الله متى الفرج من هذا السجن المظلم؟ قال انتظرني عند جسر بغداد في اليوم الثالث. قال واخبرت الشيعة وحضرنا في اليوم الثالث عند جسر بغداد وبينما نحن ننتظر وإذا رى جنازة يحملها جماعة من الحمال يقول نظرنا وقد تعجبنا من هذا الميت.
يقول وإذا بالسلي ابن شايك يصيح هذا إمام الرافضة. فهنا خرج الشيعة واجتمعوا وخافت السلطة من اجتماعهم وقوتهم فسمحوا لهم بنقل جنازة الإمام من موضع إلى آخر وقد حملوها على الأخوف وهم يصرخون وراء جنازة الإمام أيوة إماما وموسى بن جعفر ومسموما يا أخذوا شيعوا الإمام الكاظم ودفنوها يا بيات الدعاء اسمع لا تنقوا ولا لعبت عليه الخيل ميدا ولا ظل ثلث ايام عريان ولا لنسبت للشام نسوى ويلا ويلا يا ابو اليمة يا عطش اريد انشد اريد انشد عن موسى بن جعفر أريد أنشد السجاد والله عن موسى بن جعفر أريد أنشد السجاد يا أبويا السجاد من مات ياه الحضر عند منال أريد أنشد السجان يا هو الحضر عنده أريد أنشد السجان يا هو الحضر عنده يا هو الحضر عنده من مات حضره وهله من مات من مات والله من مات حضره وهله يومات و والله للقبلة ياهو القبلة ساعة الشدة ومن غمض عيونه وياهو بخدمته قضيت عمرك بالسجون.